سنة حضراتكم طيبين. رمضان بكرة، قول لنا ذكرياتك مع أول يوم رمضان. ده سؤال حلقتنا النهاردة. خلينا نشوف تعليقات حضراتكم قلتم إيه. خلينا نبتدي على طول مع أول تعليق. علاء هارون بيقول: صباح الخير عليك يا مصطفى ويا منة، كل سنة وانتم طيبين. العيلة كلها كانت بتتلمع على السفرة وأنا أحسن واحد بعمل طبق سلطة، وبعدها نقعد نتفرج على المسلسلات ونروح صلاة التراويح ونرجع نتفرج على فوازير عم وفؤاد. اجمل ذكريات، فرحه القلب، كنا بنفرح بفوانيس رمضان. بس عم وفؤاد كانت بتبقى قبل الفطار. انت بتضحك علينا يا استاذ علاء. فكرنا، مش فاكرين التفاصيل؟ لا فاكرين. خلي بالكم ان كل النوستالجيا اللي موجوده دي كانت هنا على نفس التردد ده، على القناه الاولى طبعا. يعني يعني اقدم تلفزيون في المنطقه. طبعا طبعا، يعني العربي طبعا. بالظبط كده. بدوي ربيع زيدان بيصبح علينا من الفيوم: احسن ناس، صباح الفل. العيله كلها بتتلم في اول يوم رمضان علشان نفطر مع بعض، ويبقى احلى يوم بننتظره من السنه للسنه. طيب محمد سرحان بيقول: صباح الخير، كل سنه وانتم بخير. اول ليله في رمضان مبارك، بتبقى ليها مذاق واشتياق للشهر الفضيل، وخصوصا مع لمه العيله. ربنا يحفظ لي ما تبقى من عيلتي ويرحم من رحل. اهني امي واختي وزوجها، ربنا يحفظهم ليا، اسرتي الصغيره، وطبعا كل حبايبي. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد. يا محمد ابو روكا توب فان على صفحتنا بيقول: صباح الخير على مصر كلها، كل سنه وانتم طيبين جميعا. رمضان معناه الروحانيات، اللمه الحلوه، ذكرياتنا معاه بعد ما نعلق الزينه، نروح نصلي التراويح ونجهز للسحور ونجيب الفوانيس ونستنى المسحراتي لما يجي، ونفرح لما يقول اسمائنا، ونفضل صاحيين طول الليل نصلي الفجر ونرجع نقرا قران وبعدين ننام. يا سلام على الجدول ده، مثالي. انا واضح ان انا ضيعت فرحه المسحرات. ما شفتيش انت الحاجات دي خالص؟ لا، ما شفتش موضوع المسحرات. الباشا ممرضة بتقول: صباح الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. العيلة كلها بتتجمع عشان نفطر مع بعض ونسمع رامز جلال: كل سنة انتم طيبين يا أحلى برنامج وأحلى مقدمين برنامج، شفتهم عيوني. شكرا ليكي، تسلم. جمال مختار عبد المولى توب فان على صفحتنا: ذكريات جميلة، بنسهر مع أبويا وأمي وإخواتي أمام الراديو والتلفزيون، الأطفال بيلعبوا بالفوانيس وبيلتفوا حوالين المسحراتي. كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة. كل سنة وحضرتك طيب. إبراهيم شكري بيقول: صباح الخير عليكم، كنا بنعلق الزينة ونستنى المسحراتي. رحاب سيمون: صباح الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. القناة الأولى أول قناة أحبها، كنا بنسمع كلنا دار الافتاء وهي بتقول مجيء شهر رمضان. اول ما نسمع الخبر نجري نخبط على الجيران ونتصل باللي ساكن علشان نعلن ان شهر رمضان جه، وبعد كده نشتري السحور وننام ونقوم على مسحراتي لان التلفزيون كان ساعتها بيقفل الساعه 12 ونتسحر. اطفال وشباب الشارع كانوا بيخبطوا علينا ويشدوا الزينه اللي كانت بنصنعها بورق وشويه قماش والوان وفوانيس ولمبات كهرباء، وكنا ننزل ونحن أطفال في الشارع مع الفوانيس الإزاز ومع الشمعة ونغني حتى انتهاء صلاة التراويح. دي ذكريات جميلة قوي. محمد أبو حمد بيقول: صباح الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بصبح على أمي، وأجمل إحساس في أول يوم رمضان لما بتكون العيلة كلها متجمعة ومستنيين لحظة الإفطار. أكتر حاجة برضو بتميز رمضان البيت اللي دايما الناس بتفطر فيه أول يوم. طبعا، يعني كل واحد بقى عنده يبقى ليه بقى مكان. استعدادات. في ناس بقى بتروح تفطر عند الجده. أي. في ناس بتحب تريح الجده، فيكون اول يوم ده عند الخاله او عند العم او عند في بيت هو اللي دايما العمران. ربنا يجعل كل البيوت عمرانه دايما يا رب، وربنا يزيد. ودايما بيبقى الجد والجده هم يعني اكتر ناس هم اللي عليهم العين طبعًا. رايحين ليهم كلنا نفطر او في اول يوم رمضان. اكيد. عبير سالم الغريب: صباح الخير عليكم، أول ليلة في رمضان بيبقى ليها مذاق واشتياق، خصوصا مع لمة العيلة. ربنا يحفظ لي ما تبقى من عيلتي ويحرم ويرحم من رحل. الفطار الجماعي طبعا مع العيلة واللمة الحلوة دي أجمل ذكريات بستناها، ده غير الصيام والصلاة وقراءة القرآن. ده مصطفى الهادي، كل سنة وانت طيب يا مصطفى. كابتن عبد المعز محمد: صباح الخير عليكم من المنوفية، نجهز لرمضان، بنبدأ بذكر الله والصلاة والصيام وعبادة ربنا، نتلم مع بعض ونفطر الفطار، محشي وبط ورقاق وممبار، وكل سنة وانتم طيبين.
محشي وبط ورقاق وممبار. حضرتك لقي بقيت الارض الطيبه. طيب انا عايزه ايه؟ المنيوهات اللي هي بتبقى مختلفه دي، انا لما بلاقي طبعا ربنا يجعل بيوتنا كلها عمران، لما بلاقي الدنيا زحمه ما بعرفش اكل. والله كل اللي تعرفي تهضميه، انا بقول دايما كده، انت بتعرف تهضميه علشان ايه؟ العك ده طبعا بيعمل، وخلي بالكوا اول يوم دايما كل الناس بيجي لها عسر هضم علشان القصه دي، بس كلها بتبقى يعني ايه جايه بقى اول يوم صيام والموضوع صعب، فبيشرب عصير، خش على رز، بعد كده مش عارف فراخ، بعد كده مكرونه بالبشاميل. ربنا يوسع على الناس. طب المعده دايما بتبقى إيه؟ دايما بيوتها عمران. صحيح. طيب كحلاوي فتحي ده اخر تعليق معانا دلوقتي قبل ما نروح الفاصل، بيقول صباح الخير عليكم من اسيوط، الشهر الكريم اللي يزرع في قلوبنا الامان والطمانينه، كل عام وانتم بالف خير. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ كحلاوي. كل سنه وانتم طيبين. مستمرين معاكم في عرض تعليقاتكم. احكوا لنا اول يوم او اول ليله من ليالي رمضان بتعملوا ايه؟ هل في طقوس معينه؟ هل في ذكريات معينه؟ ذكرياتكم ايه ايضا مع القناه الاولى اللي كنتوا بتشوفوا فيها اكيد اهم واخر واجدد المسلسلات وقتها؟ احكوا لنا وتكلموا معانا، قولوا لنا بتتكلموا منين، بتكتبوا الكومنت منين. مستنيين اجاباتكم على صفحتنا على فيسبوك.